احنا كتير من ضيوفنا سواء فنانين او اسر عاديه او كده بنلعبهم العاب ونديهم درجات. نلعب الوزيره؟ نلعب مع الوزيره طول النهار. نلعب مع الوزيره، اللي عايز الوزيره نسالها اسئله ونشوف صح وغلط ونديها درجات يسقف. السؤال الاول هيتعرض مشهد وبعد كده نسال من وحي برامج تنظيم الاسره اللي بتشرف عليها وزاره التضامن الاجتماعي. السؤال هو يا معالي الوزيره، رشدي اباظه كان عنده كام طفل وسميره احمد كان عندها كام طفل؟ كان 1.6 و1.8. ازاي كده؟ انت ازاي كده؟ ايه ده، انت حافظه الفيلم؟ طب والله العظيم انا مفاجاه بالسؤال، انت حافظه الفيلم يا دكتوره؟ لا انا طبعا اصل افلام زي كده بتعلم في الواحد، وبعدين بصراحه كان فيلم جميل يعني، وسف الواحد اثر لان كانت ملعب زي ما شفتي، وكان هو الموسيقى في الحي الشرقي من ضمن المسرحيات والافلام اللي اثروا فينا قوي قوي. بس كان عددهم 14. اخذت اول درجه، برافو معالي الوزيره. ماشي. السؤال اللي بعده برضو مشهد من الافلام وبعد كده يعقوب السؤال. واحد من ألطف الأفلام المصرية اللي كمان كان بيتعامل مع الزيادة السكانية بشكل عام. الرضيع اللي كانوا بيعملوا له حلقاتك برجالاتك كان ابن مين في الفيلم؟ لا كان إيه؟ انت عايزك اللي هي البيبي ابن لا مين؟ ده كان ابن منى جبر ومحمود عبد العزيز. ايوه كده. طبعا وزيره شاطره جدا في الافلام. لا منى جبر ومحمود عبد العزيز صحيح. وكانوا بقى نور الشريف وميرفت امين بقى بيتصالحوا بقى. لا انا فاكره في الفيلم ده قوي بقى، كان دايما بيضحكنا انكل شفيق والبنت الصغيره. حسين الفلوس دي جبتها منين؟ اصلي صرفت استبدال المعاش. طب وزعلان ليه؟ لا انا كان نفسي يا زينب اني افضل لكم المعاش بالكامل. فيلم ام العروسه واحد من اجمل الافلام. وكان فرح بنته سميره احمد. السؤال هو ايه الورطه اللي كان وقع فيها عماد حمدي؟ ان هو مش هقول هو استلف من الشغل. هم يعني البوليس لما جه علشان هو اخذ سلفه من الشغل بدون من الامانه اللي عنده او من البيتي كاش اللي عنده. فاخذ السلفه ديت عشان يصرف يكمل بقيه مصروفات الفرح. وجال البوليس وخلصوا الموضوع يعني. الوزيره حكت الفيلم كله. ما كانش اختلاس. لا ما كانش اختلاس، ما كانش في بنك ناصر الاجتماعي. عارفه لو بنك ناصر الاجتماعي كان سلفه. طيب السؤال اللي بعديه كمان من واحد من اشهر الافلام اللي كان رساله موجهه فيها هو تنظيم الاسره. لا يا اختي ما تجوزوش. انت بس بتخرفي بتقولي ايه؟ انا ما بخرفش ولا حاجه. لا يعني لا، انت حجتك في الاول ان كل اللي بيتقدموا لك قال ايه فقرا، لكن حجتك دلوقتي ايه؟ راجل غني ومقتدر وعايز. فيلم افواه وارانب بطوله سيد الشيخ العربيه فاتن حمامه والرائع محمود ياسين. متى انتج هذا الفيلم؟ في الستينات ولا في السبعينات ولا في الثمانينات؟ ما تغششوش الوزيره. هقول لك انا عمري قد ايه. ها كان لا مش في الستينات ولا في السبعينات. 1900 حاجه إيه؟ اخر السبعينات، نص التاني بالسبعينات. 77 واجابه صحيحه. 1900. شاطره جدا في الافلام. انا بحب السينما قوي. ده انت شاطره جدا في الافلام. حاولنا انه نطفي بعض من الاجواء الودوده والخفيفه على لقاء مع وزيره التضامن الاجتماعي. وزاره عملها شاق، عملها يتصل بالانسان بشكل مباشر، بتتعامل فيها مع اوجاع واحزان كتيره جدا وامال. احنا دوله مكبله بمشاكل موروثه وموجوده.
إنما في النهاية بأمل بعمل بإرادة من الممكن أن تكون الحياة أفضل بمشاريع وبمبادرات وبناس مخلصين زي الدكتورة نبيلة. يعني كفرش. أتمنى أكون يعني مخلصة بالشكل اللي حضرتك بتقولي عليه، يعني لأن أنا فعلا أولا أنا متشكرة على وجودي مع حضرتك، لأن بقدر جدا رسالتك و وأدائك ويعني عارفة أن الإعلام بالنسبة لك رسالة كبيرة وفي تواصل عالي بينك وبين الجمهور. سلام. وأسعدتيني بوجود مش هقول الجمهورية بتاعة وزارة التضامن، بس جمهورية الإنسانية اللي أنا سعيدة جدا بجد. دكتورة نبيلة الكباش بدأنا الحوار معها بلقطة عفوية إنسانية سجلها أصحابها مش الوزارة، لما راحت تساند وتحتفل وتحتفي بواحدة من بنات بطالبة متفوقة من دور الرعاية، وتكون معاها في رسالة الماجستير بتحضنها وبتقف معاها وبتفرح بيها زي أمها بالظبط. اتكلمنا عن مصر الخير و90 مليون جنيه لأول مرة، هذا المبلغ يقدم للتعليم المجتمعي لمنظمة مجتمع مدني. اتكلمنا عن حياة كريمة، اتكلمنا عن الرائدات الحضريات، ملفات اتنين كفاية، ملفات كتيرة جدا في عنق وزارة التضامن الاجتماعي أداء فيها بكفاءة ترضي طموح شعب عظيم زي الشعب المصري. بشكرك شكر جزيلا. أنا البشكر.